السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غادي نشوفوا هذه المرة في الدرس لي زانستريكسيون جداد. هاد لي زانستريكسيون جداد عندهم علاقة بالشرط، ماشي بحال لي زانستريكسيون العادي اللي شفنا بحال لير و اكرير و لافيكتاسيون. دابا لي زانستريكسيون لو شيما كونديسيونال او دو شوا، يعني غادي نشوف لي زانستريكسيون عندهم علاقة بشرط بشروط او اختيار. شوف واحد بتيت ديفينيسيون ديالو: سو ديرني بيرمي ديكزيكوتي دي انستركسيون كون اون كونديسيون اي فيغيفي. بمعنى شو بغا يعني لك الجمله هادو؟ دي انستركسيون غادي نشوفهم في الدرس، غادي نشوفهم في الدرس كيخدموا في حالة إذا تحقق الشرط. هذا هو اللي بغا يعني لك الجمله بسيطه. بمعنى مثلا عندنا دي انستركسيون اللي شفنا قبل إكرير ولير، مثلا هاد الاكرير هادي كيكون البروغرام خدام، هاد الاكرير تصعب الوظيفه ديالها، ما كانش واحد الشرط يقدر يبدعها ولا يخليها عاد تصعب الوظيفه ديالها. هادي ليبر هادي دابا مثلا، بينما لو شفنا لانستريكسيون مثلا هادي اللي غنشوفوها في الدرس هذا سي، هاد لانستريكسيون سي عندها شروط عاد تخدم. الشروط ديالها باش تخدم هو الكونديسيون، يعني هاد الكونديسيون اللي تيكون هنايا الى تحقق هاد الكونديسيون هاد لي زانستريكسيون هنايا كيخدمو. كيف كوسوا لي زانستريكسيون اللي وسط هاد السي، اللي وسط هاد السي وفانسي، هاد لي زانستريكسيون كيخدمو في شرط في حالة وحدة اللي هي الكونديسيون خصو يتحقق. الى متحققش هاد الكونديسيون راه ما غاداش لي زانستريكسيون يخدمو. هادو هما، هذا هو لانستريكسيون سي اللي عندو علاقة بالشرط. اكسبريس ولو فهمتوه، هاد لانستريكسيون سي عندو جوج طرق للكتابة. لانستريكسيون سي عندو جوج طرق للكتابة. كاين الطريقة الأولى اللي وريتها لكم بعد دابا اللي هي هادي سي سيتي كونديسيون، ألور لي زانستريكسيون كيخدمو في حالة كونديسيون فري شي فوقاش كتخدم مع لي زانستريكسيون. وهاد هاد السي كتسدوها فانسي، ملي كتدخل سي تسد فانسي ضروري، اي سي عندها فانسي ديالها. نجيو لهنايا كنشوفو الطريقة التالية ديال الكتابة ديال هاد لانستريكسيون سي. كدير سي، كدير كونديسيون، كدير الوغ، كدير لي زانستريكسيون. البارتي بحالها بحال البارتي الاولى، غير هو كاين واحد الفرق، واحد السينو كتزاد في طريقة الكتابة. هاد السيرو هادي شنو دورها؟ مثلا كنكونو عندنا في واحد خدامين في واحد الالغوريتم، هاد السي هادي كيوصل الكمبيوتر، كيوصل للمنطقة هادي باش يدير هاد الأوامر طبقهم. كيجي كينحرف، كاين جوج حالات: إما الكونديسيون يكون فري ولا يكون فو. إلا كان فري راه كيدير هاد ليزانستريكسيون اللي هنايا، ولكن هاد الجهة ديال السيرو مكيطبقهاش. الجهة ديال السينو هادي ما كيطبقهاش، كيدير غير هادو، لكن في حالة وحدة، لكن هاد الكونديسيون فري كيدير هادو وكيخرج في حالو صافي، كيدير فانسي ينتهي من سي. الحالة التالية إذا كان هذا خطأ، كيف ما قلنا في الحالة الأولى إذا كان الأول هاد الكونديسيون خطأ، لي زانستريكسيون هادو مكيخدموش. مي إذا كان مي في لي زانستريكسيون ديال البارتي ديال السينو كيخدمو، يعني إذا كان هذا خطأ هادو متيخدموش وهادو كيخدمو. إذا كان هذا صحيح هادو كيخدمو وهادو مكيخدموش. سيت هذا هو بحال قلتي سينو هو العكس ديال سي. إذا ما تحققش هاد الشرط كنديرو الجهة ديال سينو، إذا تحقق هاد الشرط كنديرو الجهة ديال سي وكنخليو الجهة ديال سينو. هذا هو واحد الإكزامبل بسيط درتو ليكم باش تزيد تفهمو. وعلى الكوريتم سميتو اللهم اغفر لي، سميه كيما عجبك. درت دو فاريابل، فاريابل ا فاريابل بي بزوجهم اونتي دي بي فان، هذه المنطقه ديال الكور. درت واحد ايكرير اونتخي لي دو نومبر، هذا واحد البرنامج كيطلب من المستعمل يدخل واحد جوج اعداد وكيشوف شكون اللي كبير فيهم، كيشوف كيحدد له شكون اللي كبير فيهم. مثلا ايكرير اونتخي لي دو نومبر، المستعمل كيدخل هذوك لي دو نومبر، هادوك لي دو نومبر كيشدهم، كتشدهم لير، كتدخل القايمة ديالهم واحد في ا واحد في بي. ابخي كيجي كتجي سي، الدور ديال سي، الدور ديال سي هو هذا كما قلت لكم. سي كيكون الكونديسيون، الكونديسيون هو هذا: إذا كانت ا أكبر من بي
الور طبيعي الحال راه اي بلي غون كو بي. كيف ما قلت لكم هاد جوج شرطات هادو باش يكونوا هنا هادشي كيتكتب حرفيا. اما هاد او هاد بي ما فيهم جوج شرطات، يعني هاد ا كتعوض بالقيمه اللي عوضتها بها ا اللي عوضتها بها لير، وبي كذلك تعوض بالقيمه اللي عوضتها بها لير. هاد القيم هادي ماشي حنا اللي حطيناهم، حطاهم المستعمل ملي كان خدام البروغرام. المهم اكرير ا اي بلي غون كو بي، هادشي في حاله واحده، في حاله اذا كانت ا اكبر من بي. إذا كان هذا فو كما قلت لكم، كان هاد الكونديسيون خاطئة، ما غاديش يدير لي زانسريكسيون هادو، غادي ينقص نيشان سينو، ينقص السينو وغادي يطبق لي زانسريكسيون التحتانيين، يقول له بي اي بلي غران كو ا. صافي هذا هو البروغرام ديالنا. كتب لها تقولوا فهمتوا هادشي، هادشي بسيط. غادي نشوف واحد التمارين افخي باش تزيد تستوعبوا هادشي. ومع السلامة، وصلى الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.